شنيتي ميلودة مسعفة منخرطة في المنظمة المغربية للإسعاف والإنقاذ. إن المنظمة كتقوم بتغطية هذا النشاط، وهذه ثاني مشاركة للمنظمة المغربية للإسعاف. المنظمة دائما حاضرة في جل أنشطة داخل الإقليم وخارجه، وذلك بقيادة وحكامة رئيس المنظمة السي عبد المجيد أبحر. السلام عليكم. بعدا أنا كنشكر النادي، وكنشكر الرؤساء ديالي، وكنشكر خويا عز الدين النويري اللي حتى هو من المنظمين، وانا فرحان بهذه المشاركه لثاني مره، وكنشكر جميع الزملاء ديالي وجميع الناس اللي شاركت في التنظيم ديال الدوره الثانيه العاب باراولمبيه.